يلا هذا تحدي بيني وبينكم، الا كتبغيو فاطمة الزهراء سيروا لقناه يوسف واشتركوا. بغيت 1000 واحد يشترك عند يوسف في القناه ديالو تما فريمون. انا عارفاكم كتبغوني حتى انا كنبغيكم، ولكن هذا تحدي بيني وبينكم، ماشي بيني وبين خويا، هذا تحدي بيني وبين المتتبعين ديالي. الا عزيز عليكم دب الصح اشتركوا في القناه ديال يوسف. طبيعة الحال غادي تلقاوني معاه، يعني كندير معاه فيديوهات، يعني غادي تلقاوني، ماشي كنحط الوصفات في القناة ديالو، وإنما تلقاو فاطمة الزهراء من نوع آخر تضحك، هادي لي برانك. السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفونا اليوم إن شاء الله غادي نديرو أنا ويوسف كسكروت. كي جاتكم الطاقية؟ لا يلاه دوشت وما بغيتش نصور بلا طاقية. زوين، انا الطاقيات كيعجبوني صراحه، انا تيعجبوني. المهم كي دايرين؟ بخير عليكم، كلشي مزيان. شكرا لكم بزاف على لي كومونتير وعلى لي جيم ديالكم، وشكرا لكم حيت اصلا نتوما عزاز عليا كاملين. مالو قبل ما ندير القناه نتوما اعز ناس عندي، حيت شفتكم كيفاش كتعاملوا مع اختي فاطمة الزهراء مزيان، وتتصيفطوا لها لي كومونتير زويونين. شكرا لكم بزاف. مهم اليوم غادي نصاوبوا الحرشه، غادي نصاوبوا حريشه، انا غادي نصاوب الحرشه ويوسف غادي يصايب اتاي، غادي يوريكم اتاي المغربي. اتاي الرباط ديال الرباط، غنصاوب اتاي زويون رباطي. عرفتي علاش صبيت نصاوب اتاي؟ اتاي زعري، اتاي زعري زعري ولكن رباطي في نفس الوقت. العاصمه. ومرحبا باي واحد من اي بلاد من اي دوله، مرحبا به، تنبغيكم بزاف بزاف بزاف. انا اليوم اسمحي لي، انا اليوم بغيت نعمر لكم اتاي حيت تستاهلوا اكثر من اتاي، حيت انا يلاه حليت قناه ويلاه قلت بسم الله وانتم غتعاونوني، غنصاوب لكم اليوم اتاي وما كرهتكمش تشرفوني. ومرحبا بكم في اي وقت، وتابعوني وديروا لي لايك وجيم وبارطاجوا الفيديوهات ديالي. انا اختي فاتي، الله يحفظك. شجعوا يوسف. الله يسر. هاتوا الثانية. سمحوا لي نقول لكم واحد الحاجه، انا نهضر مع المغاربه خوتي، عارفاكم كتبغيو كتعرفوا تصاوبوا اتاي وداك الشيء، يعني ماشي تجيكم شي حاجه غريبه، وانما كاينين ناس من دول واحدة اخرى ما تيعرفوش كيفاش يعمروا اتاي وهذا، وكيبغيو اتاي المغربي. فايس غادي يوريكم اتاي المغربي ديالنا، اتاي زعري، داك اتاي الغزال، ديك الكشكوشه ديالو، هذا صراحه كيعرف يصاوب. المهم اول حاجه نصاوبوا، تنصاوبوا الحرشه غادي نجيبوا صافي دابا شي تشكل في الحرشه ديالك. انا غادي، المهم انا نخليكم شي نرجع يا شويه وصاوب انا ندير الماء طيب، وغادي نمشي بين ما يطيب الماء ونبدا نعمر لكم شي اشياء وتشوفوا كيفاش تعمر صافي. هنايا دير انت المخرج وانا بيد الماء، حيتاش الحرشه خصني نخلطها ونخليها شويه ترتاح. هنايا دايره سميده رقيقه، سميده رقيقه سنيده على حسب الذوق. عندي سنيده، عندي الملحه، شويه ديال الملحه البنات، غادي ندير الزيت. كندير انا الزيت البلدي حيتاش كتعجبني صراحه في الحرشه والله، واللي ما عندوش زيت بلدي يدير زيت عادي. انا علاش حمقني اخشي الحرشه ديالي زوينه كتشي خفيفه، هادي باقا سخونه شنو صايب شي فيها؟ هاديك راه درتها زعما حيتاش بغيت بغيتها تنشف. غندير الزيت البلديه وغادي ندير الخميره ديال الحلوه، عندي غير صاشي وحده اللي هي معلقه، هادي اللي درت لك في ناري في البرانك، وديري بحال اللي ما شافش البرانك اللي درت انا ويوسف. عرفتي ديري بحال تحدي، ديري بحال داك سميتو تشتش، بحال كينا كينا تتكون دقوكا بحال هكا. ما عرفتش انا في الاول شنو غادي ندير بيديا. بسم الله. لا بنا في اليدين الحرشه السر ديالها هي انك خصك تجريها وتخليها ترتاح، ماشي تعجنيها بحال العجينه وتكوريها هكا، لا خصك يعني تقوي الماء وتخليها تشرب، لان السميده كتشرب. عندي واحد مراتي حرشه ما كذبش عليكم، واعره وصحيه ديال النخاله اللي كنت كنصور لكم، واعره 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 بزاف. وتا الحرشه ديال الزرع، الحرشه ديال الزرع بالزعتر. انا مني كنت هو هذا الزعتر، هذا ديال ارى لي شويه الزعتر نديرو في الحرشه. ديري هذا ولا هذا؟ هو اللي تراغي دير هذا، دير هذاك اللي ملي حيت هذا قاعد شويه فيه الزرع والزعتر. كل الزعتر في
بزاف على شويه. اشتركوا عند يوسف في القناة ديالو الا كتشوفوا خويا الاول مرة، راه عنده قناة يلا صوبت عليه، دخلوا اشتركوا. ديجا هذا الفيديو غادي يتحط حتى في القناة ديالو، شجعوه ودعموه. غادي نخلي اللين بالنسبة ل حيت انا هذا الفيديو غادي نحطه في القناة ديالي، يعني الناس ديالي عافاكم، دخلوا لصندوق الوصف وفي اول كومونتير غادي تلقاو لاشين ديال خويا، تابوناو فيها. بغينا على الاقل الا كتبغيوني نديروا هذا التحدي مع بعضياتنا، الا كتبغيوني وصلوا القناه ديال يوسف لألف مشترك، وغادي تبقى لي غير بعلاف ساعه ديال المشاهده مع الفيديوهات والخدمه ان شاء الله غادي يحققها. يلا هذا تحدي بيني وبينكم، الا كتبغيو فاطمه الزهراء سيروا لقناه يوسف واشتركوا. بغيت ألف واحد يشترك عند يوسف في القناه ديالو تما فريمون. انا عارفاكم كتبغيوني حتى انا كنبغيكم، ولكن هذا تحدي بيني وبينكم، ماشي بيني وبين خويا، هذا تحدي بيني وبين المتتبعين ديالي. الى عزيزه عليكم بصح اشتركوا في القناه ديال يوسف. طبيعة الحال غادي تلقاوني معاه، يعني كندير معاه فيديوهات، يعني غادي تلقاوني ماشي كنحط الوصفات في القناه ديالو، وانما تلقاو فاطمه الزهراء من نوع اخر، تضحك هذه لي برانك، وانتم راكم عارفين انا ماشي من عوادي انني نحط غير حاجه وحده اولا ندير غير محتوى واحد في القناه اللي هو الوصفات ديال التجميل وديال الطبخ، وانما حتى انا بشر، حتى انا كيعجبني نضحك، حتى انا كيعجبني نخرج من داك الروتين اللي دائما تنحط لكم. النهار ان شاء الله اللي غادي يتلقونا نخرجوا، راه غادي تبقاو تخرجوا معايا، اي حاجه غادي نديرها غادي ديروها معايا ان شاء الله. المهم غادي نخليها تشرب ونعاود نرجع معكم بالنسبه لما طاب المقراج. مرحبا بكم، مرحبا بكم، كرهناكم تجيو تاكلوا معنا، لايك ديالكم، لايك ديالكم، والله ما كرهناكم تجيو تاكلوا معنا.
بزاف ديال لي كومونتير بزاف ديال لي كومونتير عجبوني بزاف ديال الناس عجبهم وقالوا لي انت ولي ضريف وبانك ولد الناس شكرا بزاف والله الا ولد الناس اقسم بالله الله يسهل عليكم هانتوما النعناع سكر اتاي بريلي عندها عائله كبيره شنحسدك اختي عندك عائله شنو بغيت تكون عندها عائله كبيره شانك قريب ان شاء الله غادي تزيد تكبر ان شاء الله بلاش هادشي بلاش بسم الله على بركه شي الله هانتوما انا نعمر التعميره الزعريه تحيه للناس الزعيره اي واحد زعير يقول انا الزعير كومونتير بسم الله شويه فاشي بسم الله اول حاجه اول حاجه اول حاجه غنشلو البراد ماشي شي حاجه اول حاجه نشلو البراد نشلو بما سخون مزيان نحيد نحيدو كاع من الجامد انا ما غنخدمش بالمعلقه غنخدم بيدي كمشة تقريبا جوج معلقات بحال هكا كبار تحية للناس الصحراء كيعرفوا يعمروا اتاي صراحة والله تي عندهم واحد اتاي سبيسيال غادي نديرو الماء متعمروش البراد متعمروش البراد بزاف ماشي دابا في التعميرة تشانية دابا غادي تخلي الاتاي داير شي حاجة شمال في خباركم البنات والناس اللي كيتفرجوا في هاد اتاي غزال وما كان ما كنديرش اتاي شعرة ما كنشلوش ما كنشلوش كندير نيشان لا انا ولكن دابا يوسف بغى يوريكم الطريقه يعني كيفاش شلي له وحده ماشيش بزاف شلي له وحده شحال هذاك وسط هذا الشعر هذا هذا المركز زوينه زوين زوين لا ما نقولوا سميتو باش ما خايستاه نديرو ليه شي بغى راه نبعث اللي بغى سميه باش بقى يعمر به نحيدو هاد الشليله هذه كيعجبني البنات انا يكون اتا يكون قاصح تشربو ويكملو فمك صحراوي هادشي دابا نعمرو البراد ولكن ما نعمروش بزاف فهمتوني صافي بارا حيتاش غادي يدير النعناع باش ما كيدايرش غنشوف صافي وغنحطوه يتشحر وغنقص عليه باش نحيدو نقص عليه ونخليه يتشحر شويه يعني ونرجع عندكم ان شاء الله غنشوفو من بعد البراد تيتبخ زيدي 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 الكاميرا البراد تيتبخ تبخ مزيان شتو تيبان ليكم ياك تشوف مزيان تخليه يشوف مزيان باش تطلع الكشكوشه وتا اتاي تيطلق مزيان صافي تطفي عليه بحال هكا بلا شفاطي اختي سمحي لي باغي نديرو النعناع فاطمه في النزاره نديرو النعناع صوري لنا تصوري ها فك عندك باش وريش الليفون ها شوف ما نديرو النعناع نكوروه مزيان بحال هكا وندفعو في البراد وديرو النعناع ديرو النعناع شوفو اللي كيشرب النعناع يكثر النعناع حيت لك كثرتي النعناع تطوق النعناع كتشرب النعناع دابا السكر دابا السكر واحد السر البنات ولي فان مع ماكم ديروا النعناع وتخليو الوراقي ديالو خارجين ما كيتحرق صافي دفعوه دفعوه بالسكر يهبط لتحت تناول تناول ها شوف ها شوف كتا ناضية تحياتي خاصة بالصحة والراحة ليكم هادشي خصو دابا غير يتناول كاملين ريحتو زوينة ريحتو زوينة حيت كترت النعناع ودرت تا واحد العريشة دير في ليو مع النعناع ها انت فاطمة الزهراء قربي كاميرا ها انت قربي كاميرا مزيان شي شد تطلع هادي الكشكوشه تطلع زويونه
الصحه والراحه. يلا خوتي مهم مني غادي طيب لينا حريشه غنتلاقاو باش نوريكم الحرشه ديالي. المهم بصحتكم زوينه وريحته زوينه بزاف الصحه والراحه. حرشه مقلي ندورها هكا بالمقله ندورها ملي طيب من التحت نقلبها صافي نخليها طيب ونعاودو نتلاقاو باش نوريها لكم. يلا ما شاء الله الصحه والراحه خوتي. هانا طيبت الحريشه ديالنا ها هي كتجي زوينه وكتجي خفيفه كتجي ناضيه بسم الله واجي بالصحه والراحه ليكم كامل زوينه. المهم خوتي بغينا نشارك معكم هاد العشيه وصافي شنو درنا فيها. سنو الجديد كاين الجديد والله حتى كاين الجديد كاين الجديد ومصورين الجديد شي حاجه كضحك. المهم حنا نمشيو نديرو كسكروط ونحطو نحطو ان شاء الله. المهم نحطو الفيديو ضروري غادي نحطوه في القناه ديالي في القناه ديال يوسف. صافي ما تنساوش تشتركوا. السلام عليكم هاد الساعه. باي باي.